عالم التداول واسع جدا وفيه عدد لا يحصى من الاستراتيجيات، وبنفس المنطق ده التداول الآلي هتلاقي فيه روبوتات تداول كتير جدا بتنفذ استراتيجيات مختلفة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن أفضل استراتيجيات التداول الآلي وإزاي تقدر تستخدمهم. تابع معايا الفيديو لحد الآخر. مساء الخير، معكم مؤمن مدحت، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التداول الالي. استراتيجيات التداول الالي مبنية على نفس استراتيجيات التداول اليدوي العادي، ولكن تم برمجتها عشان تنفذ الاوامر بشكل تلقائي بمجرد حدوث اشارات معينة. في انواع كتير جدا من الاستراتيجيات، كل نوع مصمم ان هو يستغل السوق بشكل مختلف. واحدة من اكتر انواع استراتيجيات التداول شهرة طبعا هي استراتيجيات الاتجاه، Trend Following Strategies، وهي ببساطة ان انت بتشوف اتجاه السوق العام رايح فين، صاعد ولا هابط على فترة زمنية كبيرة، وبنبدأ نستفاد من الاتجاه ده. خلونا ناخد مثال، استراتيجية تقاطع متوسطات الحركة بتنفذ امر شراء لما متوسط الحركة قصير الاجل بيتقاطع فوق متوسط الحركة طويل الاجل، وده بيدل على ان الاتجاه صاعد، وبتنفذ طبعا امر بيع لما العكس بيحصل. النوع الثاني من استراتيجيات التداول هي استراتيجيات الارتداد او الانعكاس، المين ريفيرجن استراتيجيز، وهي مبنيه على فكره ان السعر بيميل اكتر لتكرار الحركات السعريه اللي حصلت في الماضي. يعني لما بيوصل السعر عند منطقه عرض وطلب بيبدا السعر يحترم المناطق دي ويرتد او ينعكس من عندها، بناء طبعا على مبدا التشبع في عمليات الشراء او التشبع في عمليات البيع اللي هو الاوفر بوت والاوفر سولد. كمثال للتوضيح، استراتيجية مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index RSI، الاستراتيجية دي غالبا بيتم استخدامها في سوق الأسهم، والاستراتيجية دي بتنفذ عملية شراء للسهم لما مؤشر RSI بيهبط عن مستوى 30، طبعا دي بتكون إشارة للتشبع في عمليات البيع، وبتنفذ عملية بيع للسهم لما مؤشر RSI بيرتفع عن مستوى 70 في إشارة للتشبع من عمليات الشراء. النوع الثالث هي الأربيتراج أو المراجعة، وباختصار مفيد هو استغلال الفروقات اللي بتكون موجودة ما بين الأسواق والأصول المختلفة لشراء أصل من سوق وإعادة بيعه مرة أخرى بشكل سريع على سعر تاني في سوق آخر. وطبعا هنا في منها أنواع كتير، ولكن النوع ده بشكل عام بيحتاج سرعة كبيرة جدا في التنفيذ. مهم جدا أقولك أن أغلب منصات التداول بترفض النوع ده من التداول الآلي لأن بيعتبر فيه شبهة للتحايل. كمثال للتوضيح، تخيل معايا ان سعر سهم على منصة بمئة دولار، ولكن على منصة تانية ظهر بمئة وخمسة، فانت حرفيا ممكن تشتري من هنا بمئة وتبيعه بمئة وخمسة هنا وتكسب الفرق ده في نفس اللحظة. النوع الرابع هو استراتيجيات التداول عالي التردد الـ HFT، وهو بيكون تنفيذ عدد كبير جدا من الصفقات في أجزاء من الثانية واستغلال الفروقات السعرية البسيطة جدا في الأسعار. الاستراتيجيات دي بتتطلب وجود تكنولوجيا متطورة وتنفيذ سريع جدا للصفقات بدون اي تأخير في السيرفرات. وخلينا برضو نقول مثال للتوضيح، لو احنا مثلا هنستخدم استراتيجية السكالبينج في التداول هنستفيد من التأخر الموجود ما بين سيرفرات منصات التداول المختلفة عشان نتوقع حركة السعر، وبرضو النوع ده من التداول منصات كتير جدا بترفضه فخلي بالك. النوع الخامس هو استراتيجيات الزخم او المومنتوم استراتيجيز، وباختصار هي انك بتعتمد على قوة حركة السعر في اتجاه معين خلال فترة زمنية بغض النظر بقى عن اتجاه السوق العام رايح فين. الروبوت اول ما هيلاقي حركة سعرية كبيرة مفاجأة في اتجاه ما هيبدأ يدخل الصفقة مع الاتجاه ده. كمثال للتوضيح، ممكن الروبوت التداول يشتري السهم لما يلاقي انه خلال اخر 4 ساعات مثلا في عمليات شراء كبيرة جدا على السهم ده ادت ان سعره يتحرك بشكل سريع عن المعتاد، ويبدأ بعد كده يبيع السهم ده لما السعر يبدأ حركته تقل سرعتها مرة تانية. النوع السادس من الاستراتيجيات هي استراتيجيات الاختراق او البريك اوت استراتيجيز، وهي ببساطة بتعتمد على اختراق السعر لمنطقة عرض او طلب بقوة حركة او مومنتم عالي، فبيبدأ روبوت التداول ينفذ صفقة مع اتجاه الاختراق. يعني تخيل معايا مثلا ان في منطقة عرض قوية جدا السعر مصعدش عنها من فترة كبيرة، واول ما وصلها السعر اخترقها بشكل كبير جدا، فغالبا دي بتكون اشارة ان الاتجاه هيكمل صعود، وبالتالي روبوت التداول هيبدأ ينفذ صفقة مع اتجاه الاختراق ده. النوع السابع هي الاستراتيجيات المبنية على الذكاء الاصطناعي الـ AI based strategies، وخليني اقولك ان النوع ده هو المستقبل في مجال التداول،
ده العامل اللي غير شكل اللعبة تماما، وهي بتستخدم خوارزميات معقدة عشان تتنبأ بحركات الأسواق عن طريق تحليل كميات هائلة من البيانات. والنوع ده من الاستراتيجيات مهم جدا لأنهم بيتأقلم وبيتطور مع الوقت، يعني هي مش استراتيجية ثابتة وخلاص، لكن بتفضل طول الوقت تحلل البيانات بشكل متجدد ومستمر وتطور من نفسها باستخدام خوارزميات التعلم الآلي الماشين ليرنينج عشان تدرب الروبوت نفسه على البيانات من الماضي. يعني كمثال، يقدر الروبوت ان هو يحلل الحركة السعرية اللي بتحصل على اصل معين كل ما السعر يوصل لمنطقة الطلب، وبنفسه هيقدر يشوف امتى السعر بيخترق المنطقة دي وامتى بيرتد من عندها، ايه هي النماذج اللي بتتكون في المناطق دي، ردود فعل البائعين والمشتريين وغيره. وهو بعد كده هيبدأ يحط احتماليات بنسب مئوية ويدرس كل المناطق دي في الهيستوري الكامل بتاع الاصل ده، وبالتالي هيقدر يتوقع حركة السعر بناء على النتائج اللي هو حللها. والنوع ده من الاستراتيجيات لو كمان اضاف عليه التحليل الكمي quantitative analysis واللي بيحلل كميات من البيانات اكبر وبشكل اعمق ومتقدم اكتر، واضاف عليه كمان التعلم العميق اللي هو الديب ليرنينج، ساعتها هتقدر توصل بالروبوت بتاعك ان هو يقدر يحلل كل الاصول بشكل كامل ويتكيف بشكل مستمر مع كل المتغيرات اللي بتحصل في الاسواق المالية، وهنتكلم عن الموضوع ده في فيديو خاص. في النهاية، انك تفهم مختلف انواع الاستراتيجيات مهم جدا، وتعرف كل واحدة فيهم بيتم استخدامها ازاي وليه وامتى، والاهم هو ازاي روبوتات التداول حاليا بالذكاء الاصطناعي هتقدر تتكيف مع ظروف الاسواق وهتطور نفسها بنفسها. هو ده المفتاح فعلا اللي ممكن يخليك تعتمد على التداول الالي بشكل كامل وبدون اي تدخل بشري. دلوقتي انت فهمت وعرفت ايه هي الطرق واستراتيجيات التداول الالي. مهتم تعرف اكتر؟ في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن تحليل وفهم بيانات الاسواق المالية، وازاي الروبوت بيقدر يجيب كل البيانات ويحللها بالخوارزميات بتاعته. عشان كده لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وانشره مع اصحابك، وما تنساش تعمل متابعة للقناة عشان اي فيديو جديد هينزل يوصلك على طول اول ما ينزل، واكتب لنا تحت في التعليقات لو انت مهتم بالتداول الالي وايه هي المواضيع اللي انت حابب ان احنا نتكلم فيها. اشوفكم على خير، مع السلامة.